تحياتي للجميع. الفطر عرف الأسد. فطر عرف الأسد من أكثر المواد أو الطبيعية اللي مثبتة علميا في قدرتها على المساعدة في نمو الخلايا العصبية، سواء كانت الأعصاب الفرعية أو خلايا العصبية في الدماغ، وهذا له دور كبير في تحسين الذاكرة، تحسين التركيز، في عملية تخفيف أعراض اللي بنشعر فيها من الأعراض العصبية الطرفية، تنميل وخضران وآلام، زائد الأعراض الفقدان الذاكرة أو إنه نفقد قدرتنا على تذكر الأمور، كلها أعراض عصبية. غير الأعراض التانية اللي بيشعر فيها المرضى الكتار اللي عندهم المشاكل العصبية، وأولهم الفايبروماليجيا، التليف، التصلب اللويحي، هذه كلها أمراض، جلطات دماغية بحاجة لتدعيم في بعض المواد الطبيعية لزيادة نشاط الجهاز العصبي. طبعا الفطر عرف الأسد إحدى أنواع الفطر المعروفة بالفانكشنال ميديسينال مشرومز، يعني هذه مكتشفة ومعروفة من ناحية الفعالية الأضرار الجانبية، معمول عليها الأبحاث وكل المعلومات عنها واضحة ومثبتة علميا. فطر عرف الأسد متوفر وبكثرة بشكله الطبيعي الفريش، أو بشكله المكملات أو المستخلص تاع الفطر، أو بشكله الجاف، أو بشكله اللي ممكن زراعته وبشكل سهل في البيت إذا حصلنا على المصدر تاع الفطر هذا. زراعته طبعا مش هي عملية صعبة، عملية فقط بحاجة لحرارة عالية ورطوبة تقريبا عالية، يعني درجة الحرارة لازم تكون بين 50 ل 75 درجة مئوية، ودرجة الرطوبة عالية، مع إضاءة، لأنه ما ننسى إنه الفطر مش نبات، ما بأخذ ثاني أكسيد الكربون وبحوله لأكسجين. الفطر بتنفس زي الإنسان، يعني بأخذ الأكسجين وبطلع ثاني أكسيد الكربون، فبده أشعة الشمس وبده الإضاءة لعملية أخذ الأكسجين وأخذ الألترا فايلت. الفطر اللي بنحكي عن الفعالية اللي موجودة فيه في المشروم عرف الأسد، حنحكي عن باقي الأنواع من الفطر، بس الفعالية إحنا هيك ما بنحكي عن مواد غذائية زي الفيتامين د اللي هو بكثرة موجود بالفطر، وخصوصا إذا عرضناه لأشعة الشمس. وعلى سبيل المثال قلنا لكم في عنا الفطر الشيتاكي والميتاكي، هذول نوعين مختصات كمضادات سرطانية، وإذا تم تعرض هذه الفطر مباشرة لأشعة شمس تسطع عليهم لمدة نص ساعة ساعة، بتزيد كمية محتوى فيتامين د من 400 وحدة دولية في داخل المشروم ل 40,000 وحدة دولية في داخل كمية من هذه المشروم. ففي فيتامين د، في مغنيسيوم، في صوديوم، في البوتاسيوم، في السيلينيوم بشكل كبير. السيلينيوم أكبر مضاد للأكسدة موجود، وبدعم مضادات الأكسدة زي الجلوتاثيون. فمن ناحية غذائية هذه المواد لا اختلاف عليها، بس من ناحية علاجية أول شيء المشروم عرف الأسد والمواد الفعالة اللي موجودة فيه بتدخل للدورة الدموية في الدماغ بدون أي ممانعة من الجهاز المناعي. في الدماغ بتعمل عملية تغذية الخلايا العصبية المساعدة اللي هي الاستروسايت، اللي بتساعد الأعصاب على بناء والحفاظ على مادة الميلانين، هاي المادة المغلفة للعصب. في حال صار زي التصلب اللويحي بصير في عنا اختلال في هذه المادة، وإذا العصب أتعرض وتعرى من طبقة الميلانين في هاي الحالة يصير في خلل دائم لا يمكن إصلاحه. الحد الفاصل للأعصاب إنه يتم نموها أو لا يتم نموها كمان مرة اللي هو طبقة الميلين،
هذه هي اللي بتكشف العصب من الداخل والأكسون تاعت العصب. أي ضرر فيها يمكن إصلاحه. مهمة إصلاح هاي الطبقات لكل الأعصاب سواء الدماغ أو الأعصاب الفرعية مهمة من الاستيوسايت، هذه الخلايا اللي بتكون واقفة فوق الخلايا العصبية وتعطيها الميلانين. الفطر الريشي حيدعم إنتاج هذه الطبقة، يدعمه بحيث إنه يصير في عنا يعني عملية حماية للعصب، اللي إذا الحماية هذه فقدت العصب بفقد من مقدرته على العمل. يعني في شيء إشارات عصبية، في تنميل، في خضران، ضعف في العضلات، ضعف ذاكرة، فيش توصيلات لأنه ما في إشي يحمي التوصيلات. بس لما نرجع نحميه في طبقة الميلانين في هاي الحالة بتصير التوصيلات العصبية تمشي براحة وسرعة كافية وكمية كافية في داخل الأعصاب. فهذا هاي شغلة. والشغلة الثانية بيساعد على نمو الأعصاب والعوامل اللي بتؤدي لنمو خلايا عصبية جديدة. الخلايا العصبية تنمو بشكل جديد بشكل بسيط، بس ممكن نسرع النمو الخلايا العصبية جديدة. الوضع الأول حكينا صلحنا العصب من ناحية وضع طبقة ميلانين، هلا بنحكي عن بناء أعصاب جديدة والتسريع في بناء الأعصاب الجديدة هذه والخلايا العصبية الجديدة. وهذه بحالة بسموها برين درايف جروث فاكتور، برين درايف جروث فاكتور يعني زي هرمون النمو اللي بيشتغل على نمو الجسم، بس هذا مختص في تحفيز نمو الخلايا العصبية. والفطر الريشي حيساعد في نمو خلايا عصبية تانية. في هاي الحالة حنحصل على توصيلات عصبية أكثر. يعني الجهاز العصبي في الخلايا العصبية أول شيء بنصلحه وبنحميه في طبقة الميلين. ثاني شيء عملنا تطوير وأنشأنا وسرعنا من خلايا عصبية جديدة. وثالث شيء إنه هالتوصيلات العصبية بين المناطق المختلفة في الدماغ بتزيد. يعني العصب في عنده من 1000 لـ10000 توصيل عصبية، الخلية العصبية مع الخلايا الثانية بشبك هاي المعلومات. فالخلايا العصبية في حال أخذنا هاي مكونات مدعمة زي هيك بتزيد الخلايا العصبية، بتزيد التوصيلات بين قشرة الدماغ مع الوسط الدماغ في النخاع الشوكي، بتزيد عملية الألياف العصبية والتوصيلات بينها والتحاكي مع بعض. فهذا هو المشروم العرف الأسد الليون مين، معروف ممكن الحصول عليه بتوقع بشكل سهل. إذا كان فريش ممكن طبخه بشكل بسيط، زاكي جدا وطعمه زي اللحم لأنه شبيه في حكينا المشروم شبيه في الحيوان أكثر منه في النباتات الفطريات هذه، وبتتشابه في الجينات بتاعت الإنسان أشبه ب 50 تقريبا في المية. ومن ناحية الدي ان ايه، من ناحية الار ان ايه بتتشابه تقريبا 75% مع جسم الانسان مع يعني الحيوانات والكائنات الحية. في هاي الحالة اكيد طعمها حيكون مشابه للحم، وفي همبرجر من المشروم، وفي بنعمل قهوة من المشروم، ويعني يستخدم بطرق مختلفة. قهوة المشروم بتعمل من الفطر اللي لا يمكن أكله، يعني غير صالح للأكل، فبتاخد في الحالة يا إما كبسولات أو بنعمل منه قهوة زي الفطر التشاغا مشروم. تشاغا مشروم هذا فطر ينمو زي على الأشجار هون عندنا في كندا على الميبل ليف، هذه أشجار حرجية، وبيكون شكله وملمسه خشبي فلا يمكن أكله وطبخه زي الفطر الثاني. فيمكن خلطه مع مشروم تانية أو فطر تاني وعمل منه أفضل قهوة لتنشيط حركة الدماغ والتركيز وتنشيط الأعصاب. معروف القهوة التشاغا مشروم
في هذا الموضوع. تشاجا مشروم بالمناسبة يعني هو من أقوى المضادات الأكسدة اللي موجودة في العالم كله من بشكل طبيعي. مضادات الأكسدة اللي موجودة في تشاجا مشروم على علامة الأوراكل اللي الميزان تاعت مضادات الأكسدة، كل ما علي الميزان هذا والرقم كل ما زادت مضادات الأكسدة، يحتل التشاجا مشروم الرقم الأول في 40,000 القدرة تاعته. أقوى مضادات الأكسدة كمان مرة بحكيها وحكيناها كلها المرة اللي هي التوتيات المعروفة، التوتيات مضادات الأكسدة يعني مضادات التهابية. حجم السكور تاع 7,000، أقصى حد 7,000، زيت الزيتون بوصلش ممكن 4,000 كمضادات أكسدة، بس إحنا بنحكي عن 40,000 كمضادات أكسدة، مضادات التهابية ناخدها جرعة قوية للالتهابات اللي بتصير في جسمنا من مادة طبيعية زي الفطر التشاجا. هذا كمان شيء كويس كتير، يعني نسبة التحسن اللي أثبتت علميا على نمو الأعصاب والتركيز والذاكرة وتخفيف الأعراض العصبية من ضعف العضلات والهوان باستخدام فطر عرف الأسد تتراوح من 20% إلى 25%. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود الصوص أستاذ العلاجات الطبيعية والتأهيل. سلامات.